أقيم بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية أوبرا توسكا بوتشيني، إخراج الأستاذ عبد الله سعد. طبعا بوتشيني من رواد العصر الأوبرا الواقعية، واللي كانت بتدور في أواخر القرن التسعتاشر أوائل القرن العشرين. موسيقى أوبرا توسكا موسيقى درامية جدا لقصة جادة جدا، وقصة يعني نقدر نقول حزينة وعنيفة في نفس الوقت، مرتبطة ارتباط كلي بالثورات، لأنها كانت بتدور في فترة ثورات، بتدور في إيطاليا في بداية القرن التسعتاشر. بوتشيني اشتهر طبعا بأحلى موسيقى اتكتبت للأوبرات يعني، واللي فيها موسيقى الحب وموسيقى العنف الشديد والقتل، ليه طريقة خاصة جدا في الكتابة، مرتبط جدا الموسيقى مرتبطة جدا بالحركة المسرحية. استخدم طرق ممكن كان يستخدمها فاجنر بعد كده، اللي هي طرق الألحان الدالة على الشخصيات، يعني في لحن معين بيبقى مرتبط بشخصية معينة، لما بتظهر بيظهر، ولما ما بتظهرش بيدي إيماء لوجودها. وعبقرية مفرطة يعني في الكتابة الحقيقة. في جمهور كبير للأوبرا والفكرة دي مش مظبوطة، و يعني ده دور الإعلام في أنه يعلم عن أن احنا بنعمل كده. محبي الفنون الرفيعة بيبحثوا عنها. أنا بمثل الفرق ما بين الفنون الرفيعة وما بين الموسيقى التجارية، زي الأكل البيتي والفاست فود. يعني الأكلات السريعة بتلاقي إعلاناتها في كل حتة وهي بتجيلك لوحدها، الأكل البيتي لازم يتعمل ويتحضر له. فأنا بشوف أن أكتر حد هو بيستمتع بالأوبرا هو حد بيجي قاري قصة، ودلوقتي طبعا على الإنترنت دلوقتي الموضوع ما بقاش يعني، لو كتب أوبرا توسكا هيقرأ كل القصة ومين عملها المليون مرة يعني، يقرأ القصة ويفهم إيه اللي بيحصل، هيجي هياخد أكتر متعة ممكن. ظلت مصر تقدم عروض فن الأوبرا بأصوات فنانين أجانب منذ عام 1840، وحتى بناء أول دار أوبرا مصرية عام 1869. إنجي خالد لنهارك سعيد.